أين تضع الصابون؟ آسف يا شهاب. جزر، احذر، لقد ملأ الصابون أنبوب عادمي. آسف يا شهاب. ما الذي يجري هنا يا شهاب؟ يحاول جزر كسب مصروفه، لذا طلب منه نبهان أن يغسلني. مرحبا يا ساهر، عندما أنتهي من غسل شهاب سأغسل دحروش. ولكن سأجعله لامعا للغاية، وسيصبح الدراجة الأفضل في قسم الشرطة. ولكنه الدراجة الوحيدة في قسم الشرطة، كما أنني لم أنسى ما فعلته عندما استعرته وأخذته في جولة. أما هذه المرة فسأخذه معي إلى المغسل لأغسله. ساهر، هل سجلت الملاحظات التي طلبتها منك عن قضية اختفاء السمكة؟ نعم يا نبهان، أقصد أنني لم سأقوم بذلك الآن. هيه.